23 يوليو تاريخ لا ينسى. اظن احنا بنحاول نستعيد الذاكره مره ثانيه مع عبد الناصر اللي عاش معانا وعاصر عبد الناصر، عارف كويس ايه الفرق بين عبد الناصر وبين اي رئيس او اي زعيم. فرق كبير قوي بين انه زعيم بعد 44 سنه وهو في قبره تجد هذا الحضور وهذا الاحساس بالتواجد، هو موجود بينا بالفعل. في نفس الوقت اللي انت تبص على قاده كتير ماليين ملوا الهواء ضجيج لكنهم لا وجود لهم بيننا، حتى هم احياء. شوف انت تستفيد من تجربه عبد الناصر في انه يعني هو الرئيس الوحيد اللي كان قريب قوي من مطالب الناس البسطاء. محدش جاي لغايه اللحظه اللي انا فيها الى ان يثبت العكس. ولا الرئيس عبد الفتاح السيسي الى الان. انت عايز نشهد على حاجه لسه ما شفتهاش؟ اللي انا شفته لغايه دلوقتي لا. انا عايز الانحياز للناس البسطاء اللي هم ملح الارض دول يبان. عايزه يبان. امتى يبان؟ مش بالكلام، مش بالعواطف، بالفعل.